بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوة الحضور، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر شكرا جزيلا هيئة علماء المسلمين على هذا المؤتمر الموقر وعلى حسن ضيافتهم وحسن إعدادهم لهذا المؤتمر. البحث بعنوان جهود علماء منطقة بالك في العلوم الشرعية العلامة محمد بن آدم نموذجا. طبعا المقدمة، لا ندخل في التفاصيل حول جهود العلماء الأكراد في المنطقة. هذا البحث مركز على منطقة معينة وهي منطقة بالك، وهي منطقة تابعة لقضاء شومان، تبلغ حوالي 180 كيلومتر من مركز المحافظة، تمتاز بروعة جمالها وطبيعتها الخلابة. هذه المنطقة ولفترة طويلة كانت مركزا للعلم ومقصدا للطلاب في المنطقة بأكملها والمناطق المجاورة، والتي اشتهرت بمدارسها وعلمائها، وكان الطلاب يقصدون هذه المنطقة حتى من ضواحي العراق، من تركيا وإيران، حيث المدارس كانت زاخمة بالعلماء والمدرسين. من هؤلاء العلماء الكبار الذي أنجبتهم هذه المنطقة هو العلامة محمد بن آدم البالكي، وهو عالم كبير له مؤلفات كثيرة اتصفت بأنها في غاية الدقة والرصانة العلمية. البحث يتكون من فصلين رئيسيين. الفصل الأول تناول طبيعة منطقة بالك من طبيعتها، من حيث طبيعتها وتاريخها، وكذلك الحركة العلمية ودور العلماء في هذه المنطقة. والفصل الثاني وهو الأهم تناول حياة وآثار أحد العلماء الكبار وهو العلامة محمد بن آدم البالكي، وأهم عطاءاته العلمية والمؤلفات التي تركها بعدها. طبعا منطقة بالك، جاءت كلمة بالك من بالا تشيو. هناك آراء يعني متعددة، لكن الأرجح أنها جاءت من كلمة بالا تشيو، وتعني بالكلية الجبل العالي، حيث المنطقة تحتوي على سلسلة من الجبال العالية، خاصة جبل هرقوت وقمة حصاروسيا تتقع في هذه المنطقة وهي أعلى قمة في العراق. المنطقة تبدأ من قرية برزيوة على حدود هاملتون وحتى حدود إيران، وهي تتألف من أربعة نواحي، وهي قصر قلالة، حاج أمران، وسميلان. المنطقة لها بعد تاريخي أيضا، ذكرها عبد الرزاق الحسيني في كتابه موجز تاريخ البلدان العربية، حيث وصف المنطقة وصفا دقيقا. وتسكن في هذه المنطقة عشيرة بالك، وهي عشيرة معروفة بالكرم والسخاء، وهي يعني أنجبت الكثير من العلماء والشعراء والقادة. المكان العلمية لهذه المنطقة، طبعا هذه المنطقة إلى جانب طبيعتها الجغرافية الخلابة كانت لها مدارس كبيرة في العلوم الشرعية، وتخرج من هذه المدارس العلماء والشعراء وكبار رجال السياسة. نذكر منه الشخصيتين، الأولى الشاعر الكردي الكبير حاج قادر الكويي الذي درس في هذه المنطقة وهو معروف بأشعاره وإنتاجه الأدبي، وكذلك الشخص الثاني هو الشيخ مولانا خالد النقشبندي العالم الرباني صاحب الطريقة النقشبندية، الذي هو أحد طلاب محمد بن آدم البالكي ودرس فيها وتلمذ على يديه. نأتي إلى حياة وعصر محمد بن آدم البالكي. هو محمد بن آدم بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن إلياس، ويلتقي نسبي به في الأب السادس، في الجد السادس. ولد في قرية الروس، وهي قرية تابعة لقضاء شومان ناحية سميلان، وكانت ولادته سنة 1164 الموافق 1750، وهذا ما رجحه العلامة عبد الكريم المدرس والأستاذ زبير بلال إسماعيل. وهناك اختلاف يعني طفيف حول التاريخ عند بعض الباحثين. طبعا عاصر هذا العالم الكبير نظام الولايات في الخلافة العثمانية، حيث كان القوة المركزية يعني في هذا الوقت يعني ضعيفة، وبرزت عدة إمارات في المنطقة، منها إمارة سوران، وكان أميرها الملقب بالأمير الأعمى، سلم السلطة بعد والده، وكان له علاقة طيبة في البداية مع العلامة ابن آدم، وأصبح مفتيا لهذه الأمارة. بعدها يعني تنازعوا وشب خلاف بينهما حول بعض الأمور الاجتماعية، وترك المنطقة وسافر إلى منطقة أخرى. وفاته، توفي العلامة محمد بن آدم البالكي في سنة 1237، أي عاش بحدود 90 سنة.
نشأ ابن آدم في قرية روس التي أحبها كثيرا في عائلة متزوجة بالشريعة ومشهورة بالعلم والعلماء، فكان والده عالما كبيرا له حواشي وتعليقات على بعض الكتب. نشأ في هذه البيئة وظهرت مواهبه العلمية منذ البداية، وكان منطقة بالك وخاصة قرية روس مركزا علميا ومقصدا للطلاب العلم، وظهرت في تلك الفترة الكثير من العلماء البارزين. وكان ابن آدم محبا للأسفار لغرض التعلم وكسب المزيد من المعارف. يقول الشيخ محمد الخال: كان ابن آدم كثير الأسفار، من جملتها سفره إلى مهابات لتعليم اللغة الفارسية، حيث كتب باللغة العربية والفارسية وأيضا بالكردية. كان ابن آدم واسع الثقافة طموحا في كسب العلم، حيث درس أكثر العلوم تقريبا من تفسير وفقه، حتى أصبح من أشهر الفقهاء في زمانه. وعلى رأي الشيخ إبراهيم فصيح الحيدري يقول: إن ابن آدم في مرتبة ومقام شيخ الإسلام فخر الدين الرازي في عصره. كان ابن آدم في مرتبة الاجتهاد في العلوم الشرعية وخاصة في الفقه، فالدارس لمؤلفاته يرى ذلك بوضوح، حيث يعلق برأيه على المسائل الخلافية ثم يطرح وجهة نظره في كثير من المسائل. إلى ذلك كان شاعرا أيضا، حيث له ديوان باسم واجم، لكنه لم يبقى منه إلا القليل من الأشعار، حيث يعني فقدت هذه المخطوطة. له شيوخ ومعاصرون من شيوخه درس على يد والده آدم بن عبد الله، وأيضا على يد الملا عبد الله البازيدي والملا رسول الكوراني، وعاصر أيضا كثير من العلماء البارزين، منهم محمد فيض الزهاوي والشيخ معروف النودهي الذي كان تربط به علاقات جيدة. وقد بحث أحد أخونا الباحث في الجلسة الأولى دكتور محمد طاهر حول الشيخ معروف النودهي. من تلامذته ابنه أحمد بن آدم، وهو عالم جليل له مؤلفات أيضا، والمولانا خالد النقشبندي، وكذلك الشيخ عبد الله الجلالي الكردي ومحمد الخطي وعلي الوساني وغيرهم من العلماء كثيرون درسوا على يده وأصبحوا علماء بارزين. مؤلفاته وأثاره العلمية، طبعا بحكم مكانته العلمية الرفيعة فقد ترك الإعلام ابن آدم وراءه ثروة علمية قيمة من المؤلفات في مختلف العلوم والفنون، من نحو ولغة وفقه ومنطق وحساب وهندسة وخط، وكلها في غاية الكمال. يقول الشيخ عبد الكريم مدرس: ألف ابن آدم أكثر من كتبي في قرية روس، وكلها في غاية الكمال، يتجلى فيها أفكاره العالية في قوة نطفته، وتبلغ مؤلفاته زهاء 100 مؤلف في العلوم النقلية والعقلية. لكن أكثر هذه المؤلفات قد ضاعت ولم تصل إلينا إلا القليل، وهي بحدود 40 أو أقل، وهي موجودة في مكتبات والدي الشيخ سعيد وعمنا الشيخ ملا محمد ملا صادق، وبعضها موجود في مكتبة الشيخ محمد الخال السليمانية وفي دار المخطوطة العراقية ببغداد، وبعضها في أوقاف السليمانية. طبعا مؤلفاته كثيرة، نذكر بعضا منها لضيق الوقت. مؤلفاته في الفقه: شرح المنهج في باب الفرائض وتلخيص المحرف في فقه الشافعين، وكذلك في أصول الفقه له مؤلفات كثيرة، وفي المنطق والنحو وغيره من العلوم كما أشرنا إليه، يعني موجودة في البحث لا يمكن الإشادة بها لضيق الوقت. لكن نختتم كلامنا حول مكانة ابن آدم العلمية وأقوال العلماء فيه. يقول فصيح الحيدري في كتابه عنوان المجد: من أعظم من أدركته عصره وأنا صغير وهو نزيل عند جدي الإعلام أسعد الحيدري طاب ثراه، علامة الدنيا على الإطلاق، الفائق على جميع مشايخ العراق، صاحب التأليف العديدة والتقريرات المفيدة، شيخ الكل في الكل، مولانا محمد ابن آدم الكردي. ويقول في مكان آخر: كان مشايخ العراق كافة يعترفون بفضله وتقدمه وعلمه المحيط، وكان بمزيد الفخر الرازي في زمانه. أما العلامة عبد الكريم مدرس مفتي العراق مفتي الديار العراقية فيقول: الشيخ العلامة نابغة الدهر ونادرة العصر، محمد بن آدم بن عبد الله البالكي. نكتفي بهذا القدر حول العلامة محمد بن آدم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.